بسم الله الرحمن الرحيم. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، أو 100 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية. سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام، إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.